كان متوقع اني امشي بهذا الطريق اقطع المسافه من بيشة الى مكه اللي 450 كيلو، كنا راسمين لها من 17 الى 20 يوم ان نقطعها. اكثر الناس قالوا يعني لن تستطيع ان تصل، يعني ما بتصل لا الحج السنه هذه ولا حج السنه الجايه، يبي لك سنه كامله عشان توصل. انا عثمان الشاهين، العمر 46 سنه، من فريق مشاة بيشة. فقطعنا الطريق في 13 يوم، ما كان متوقع يعني الحمد لله، اني كنت يعني امشي في اليوم 45 كيلو 43 كيلو تقريبا، من 43 ل 45 كان متوسط المشي، صعب يعني. معي مثلا هذا راديو يكون معي وقت التسليه، واحيانا في منطقه ممكن الجوال حتى ما يشتغل فيها. انا جلست في الطريق في طريق الفيل في الحاره، جلست يوم ونص، شبكه جوال ما في ولا في اي اتصال. واجهت في نفس الحره هذه ثعابين، ثعالب، عقارب، اشياء وجدتها، يعني عشت الحياه بتفاصيلها، يعني تشوف كل شيء على طبيعته. تدري انا في مشاعري ذاك الوقت انا بكيت، لانه فرح بمكان انه ما تستطيع ان تصل لهذا المكان باي وسيله كانت. مشينا من بيشة واختفينا طريق تاريخي، وهو طريق البخور، وهو طريق تجاري قبل الاسلام، كان يعرف باسم طريق البخور لانه كان تجارة البخور هي التجارة الغالبة في هذا الطريق. فمشينا في هذا الطريق لأنه طريق له عمق تاريخي وله عمق ديني وثقافي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يعني بمشي لأماكن أخرى، لكن أنا لو بمشي لمكة السنة القادمة أنا بأخذها دراجة.